مشاهدينا مشاهدي النيو التعليم العالي، برحب بحضراتكم حلقه جديده من تكنو فيلم. كلامنا النهارده عن السمنه عند الاطفال. معانا ومع حضراتكم الحديث حول هذا الموضوع دكتوره هدير زاهر، اخصائي تغذيه العلاجيه. برحب بيك دكتوره هدير وسعداء اهلا بيك وسهلا. معانا النهارده. الحقيقه ان السمنه عند الاطفال يعني بدايه كده كل امهات هتبقى مركزه معاكي جدا، يعني موضوع السمنه عند الاطفال ده الحقيقه يعني لو موجود بتبقى طبعا الام يعني شايله هم جدا ان الطفل عنده مشاكل في الحركه بقى وعنده مشاكل كتيره جدا. لكن الحقيقه اول أكيد سؤال برضو هيتبادر ازاي، مش عارف، بس اعتقد انه يعني سبب من الاسباب كبير جدا برضو على الام، لانه في اسلوب التغذيه للطفل كان في حاجات معينه خطا خلت انه في سمنه عند الاطفال. مش عارف حضرتك بالظبط تتفقي كده. معانا في ده ولا لا، وبعد اكيد كده نبدا طبعا نشوف مع حضرتك. اكيد طبعا. اسباب السمنه في الاول اصلا بتبقى احيانا وراثه، في حد من العيلتين سواء كان من ناحيه يبقى الاب الام او من ناحيه الام. ملهاش ذنب دي بقى بالظبط، دي فيها، ما بتبقاش ليها علاقه فعلا بالام، اللي هو السبب الوراثي ان في ده سمنه حقيقي. عند اسره الاب او اسره ام. ممكن بالظبط الاب او كده. امه نفسهم ما يبقوش عندهم سمنه، لكن حد في الاسره والطفل يبقى عنده سمنه، دي لحد دي في الاسره بتحصل، دي بتحصل ممكن. فعلا. الجد والجده، العمام او الخلان، الكلام ده كله تمام. ممكن يبقى اصلا في عند الاب والام قابليه، ولكن هم محافظين فما بنيتش عليهم، ما تمام بنيتش عليهم تمام السمنه لكن هم نفسها. عندهم القابليه، لكن هم محافظين على اكلهم، بالظبط كده. ما عملوش ده مع الطفل، فبالتالي الحاجات اللي فيها قابليه دي خلت الطفل خلت عنده فعلا خلل عنصر بقى الوراثه القابليه. ظهر. بالظبط كده. تمام. ده غير ان التغذيه بقى بتاعت الام بقى اللي ممكن تعمل مشاكل دكتوره، ونبتديها من مرحله، بصي يعني عايزه اقول لحضرتك واعتقد كل الامهات اكيد متفقين معانا، بتبتدي بمراحل صغيره جدا من بدايه دخول الاكل الطفل اللي هو معتمد من منظمه الصحه العالميه 6 شهور. بتلاقي بقى الامهات بتبتدي 6 شهور بتاكل طفل عادي، مش طفل يعني لسه في عمر شهور قليله، ده صح؟ حقيقي. وده غير بقى ان الام دايما عندها العاده الغريبه اللي افهم هي بقى مع حضرتك كل بقى بقى علشان تكبر، كل عشان علشان لما تخلص. حد بالظبط كده، كل علشان تبقى اقوى، كل دايما دايما تفكير وهاجس الاكل ده اساسي عندها، لانها خايفه عليه على طول، ان هو لو ما اكلش المناعه بتاعته تقع ويعيا منها على طول، وهي بتبقى خايفه عليه. يعني هي بتجيبها من ناحيه الخوف عليه، بس هي بقت عاده سيئه. صحيح، فتحتي نقطة مهمة قوي دكتورة هدير الحقيقة، اللي هي ربط انه الطفل اللي وزنه تقيل او وزنه كبير السمين هو ده اللي صحة، يعني بالمناعة. ده مرتبط بالمناعة، لكن الطفل النحيف اللي وزنه قليل هو مع طفل مش صحة، ما عندوش صحة. ده دي عايزين نفهمها منك، لان هي دي اللي فعلا كل بيوتنا شغالة بيها دي. حقيقي. ده انا عايزة اقول مفاجأة بقى، ان في اطفال بتبقى عندهم السمنة المفرطة وعندهم في نفس الوقت انيميا. هو عندهم انيميا. يعني انيميا مرتبطة بالاذهان دايما انه حد رفيع ما بياكلش. لا بالعكس، بالظبط، ممكن ممكن يبقى الانيميا بياكل كتير جدا بس اكل مش صحي، لدرجه فمن السمنه المفرطه بالظبط لدرجة السمنة المفرطة والأنيميا مع بعض، والانيميا معاه. فبقت مشكلتين. انا يعني بتبقي مش عارفة تحلي تبقي المشكلة حضرتك دي تحلي ولا دي. الاثنين، فانت بس لان الأساس حضرتك لازم تحلي الانيميا بانك تعملي تغذيه معينه، تغذية والطفل ده صحية. اصلا ما هنا كده تغذيه ساعتها هبقى تغذيه طبعا بحلها. صحيه، وهو اصلا تغذيته كلها فيها مشاكل اصلا وتعود عليها كمان. ده حقيقي. وانا ساعتها لما هتجه للتغذيه الصحيه هبقى عالجت الاثنين مع بعض، هبقى عالجت الانيميا اللي موجوده عنده، وهبقى عالجت السمنه كمان اللي هو متعرض لها، وابقى حليت المشكلتين مع بعض بالتغذيه الصحيه. تمام. طيب حضرتك غير بتشتغلي دكتوره هدير من زمان في المجال ده، تمام. قولي لنا كده اللي بتشوفيه حضرتك الاعمار اللي فيها مشكلات، وبرده النقطه ما نسيبهاش اللي هي فكره انه من اول ما ابتدي تغذيه مش معنى كده ان انا اكل الطفل كل الاكل اللي موجود في البيت، لكن في حاجات برده معينه بتتاكل، في حاجات لا، في اكل في وقت معين، في اكل لا، الحلويات والبطاطس جانك المقرمشه فود والجانك فود ده يعني حضرتك حقيقي. فهمينا بقى الحاجات دي برده. اولا انا عشان ابتدي اقول ان الطفل ده عنده سمنه مفرطه ولازم ابتدي معاه بالعلاج، ده من بعد 7 سنين. من بعد سبع 7 سنين. سنين تمام. بالظبط. ليه؟ لان قبل 7 سنين هو في طور النمو، ما اقدرش احكم ان هو طفل سمين. وبرضه ما اقدرش امنعه من كل حاجه، ما اقدرش احرمه من الاكل اللي هو بياكله، لان بالذات في السن ده بيبقى فيه عند رهيب، اللي هو انت لو ما اكلتنيش هاكل من بره. العادات السيئه التانية للام ان هي مش بتعمل اللانش بوكس اللي هو بياخده معاه المدرسه، فبتدي له الفلوس يروح هو يشتري بيها الحاجات طبعا السناكس اللي بره كلها، والسناكس اللي بره كلها طبعا غير المواد الحافظه انت اللي بتقولي فيها. النصايح مهمه جدا يا دكتوره هدير، ما تعديهاش كده بسرعه، بالعكس حضرتك اهو بتدي كده يعني ايه، واحنا شغالين على موضوع السمنه حضرتك ما تعمليش الحاجات كأم، يعني ما تعمليش الحاجات البسيطه جدا الغلط، ما ايوه تديش بالظبط. لابنك فلوس في مدرسه، مش معنى ده ان انت ام بخيله،
انت ام بتحافظي على صحه على ابنك، انك صحة ابنك تعوديه على بالظبط. الاكل الصحي، ما تديلوش الفلوس اللي يروح يشتري بيها ثقافة اللانش، الاكل اللانش بوكس غلط دي مش عارفة ليه مش موجوده. مش موجودة بالظبط. ببقى نفسي ننزل والله مش توعيات دايما دكتور، يعني للمدارس. في كتير، بس ده انت عندك مشكله اكبر، انه بتديله في لانش بوكس حاجات برضو فيها مشاكل، يعني تديله فلوس يجيب بيها حاجات غلط، واللانش بوكس مليان حاجات كلها غلط، ما هو لازم شوكولاتات بقى نفهم الفكرة وحلويات من الأول، ما احنا دي حقيقي لازم أفهم الفكرة من الأول. الطفل في السن دوت محتاج فيتامينز، يبقى هيعتمد معايا، هيعتمد معايا على الخضار والفاكهة، هيعتمد معايا على الخضار والفاكهة والفواكه المجففة المكسرات. فالمشكلة التانية ان غير المدرسة، ان هو لما بيقعد قدام التلفزيون بيقعد يجيب فشار ويجيب البطاطس مقلية المقلية، بالظبط. الكلام ده، الكلام ده مش صحيح. ليه ما استبدلهاش بالفواكه المجففة اللي ده انا احنا لسه كنت هنسأل بقول طيب عليها صح ايه، لكن احنا بالظبط؟ بنتكلم دلوقتي على كل الحاجات اللي مخليه انه في سمنه او في مشكلات. طيب الحقيقه دكتوره، يعني اللي نفهمه من حضرتك كده انه مبدئيا، بس اللي عايز يعرف اذا كان ابنه عنده او بنته عندها سمنه، من سن 7 سنوات بعد السبع ببتدي. سنين بالظبط بس انا كده. قبلها شايفه ايه، خليني بقى لازم اقول لحضرتها ولحضرته، الولد والوالده، لازم تاخد الطفل ده وتروح بيه لدكتور التغذيه، ان انا شايفه على الولد اعراض عامله ازاي. بيبتدي ينهج، مش عارف يلعب، بيجي يشتكي ان هو مش عارف يجري مع اصحابه. من الوزن. بيعرق بسرعة، مش قادر، مش قادر يعمل مجهود اصلا. قلبه بيوجعه، يعني بدأت أعراض الأنيميا كمان تبان معايا. ما هو من الأول بياكل غلط، فمن الأول في أنيميا ومعاها السمنة المفرطة، ده فبدأت أعراض فورا، الأنيميا بالظبط اللي فورا هو كده على تغذية علاجية. على طول. تمام، ده ومن الشكل العام. ممكن كمان دكتور الأطفال بيشاركنا في الموضوع ده من الأول. ودكتور الأطفال مع هو اللي حضرتك. بيحوله كمان على طول لطبيب تغذية علاجية، لأن هو بيبقى شايف إن الولد ده التغذية بتاعته هي اللي مش سليمة، مش مشاكل صحية أساسية، هي مشاكل غذائية. غذائية فبيوجه الأم إنها تروح لطبيب صحيح، يرشدها لكن لو للدكتور مشاكل صحية الصحيح ليها تعاملها بقى مع دكتور الأطفال يا دكتورة، مع بالظبط. الأطباء لأن التانية. في فعلا أمراض عند الأطفال بتدي شكل السمنة دوت، ودي بتبقى علاجها برضو لا عندهم، قدر اللي هي الله. الكورتيزون والحاجات دي، بتبقى عنده مشاكل في الكورتيزون فبيبقى نفخه، فبيبان إن هو سمين، لكن في الحقيقة لا، هو هو طفل عنده مرض مرض يعني، لا بالظبط، قدر، عنده ربنا يعافي مرض. الأطفال جميعا يا يا رب. رب يا رب. تمام. طب احنا معانا مادة في المية دكتورة الحقيقة بتوضح السمنة ومشكلاتها، نشوفها كده مع حضرتك ونشرح عليها يعني المشكلات اللي قدر الله اللي ممكن تسببها السمنة، وان احنا ما نفرحش ان احنا عندنا طفل وزنه كتير او وزنه تقيل. سمين ووزنه بالظبط تقيل، ونربط ده بالصحة كمان الحقيقة. اكيد. طيب لحد ما نجهز ده يا دكتورة، يعني حضرتك تكلمينا مقدمة كده عن السمنة ومشكلاتها. انا بخاف على الاطفال في السن الصغير دوت، على السكر بالذات. طبعا نسبة السكر بتبقى عالية. احنا هو شايفين يا دكتورة مع حضرتك الطفل قاعد قدامه البطاطس المقلية، قدامه المياه الغازية، ده قدامه مش بعيد ساندوتش كمان. كله دي جانك الجانك فود فود وعنده بالظبط مشاكل. كده. ده قدام التلفزيون جايب ده طفل يا دكتورة محظوظ، ده المفروض ان ده طفل. تخيلي. جايب مشكلة. الجانك فودز وبرضه قاعد قدام التلفزيون بالفشار والساندوش وبيتزا، والبرجرز، وطبعا ده داخل الساندوتش فيهم زيوت. البرجر في ايده والبيتزا قدامه، بالظبط مش كده. قادر طبعا يمشي. مش قادر يعمل مجهود خالص، واقل مجهود بيتعبه، ومش قادر يتنفس اساسا، مش قادر يظبط نفسه. طبعا. دي بتبقى مشكلة في النوم كمان، ما بيعرفش يتنفس وهو نايم. يا حبيبي. طبعا. يعني هتلاقيها فعلا عند الاطفال ويبقى صغير في السن مش اهو قادر مش ينام. عارف ينام للاسف. لان تخيلي طفل. بالظبط، مش عارف يتنفس، فمش عارف ينام. تربطها الام برضو بحساسيه وحاجه تانية، مش ما بتاخدش معايا بالها من لما الموضوع ازاي. بتتجه فعلا لدكتور الاطفال، هو بيبتدي يقول لها ان لا، المشكله مش من هنا، المشكله في في العادات الغذاء. الغذائيه الغلط اللي عنده. صحيح. هنا يا دكتوره. هنا بتبتدي الام تاخد بالها من الموضوع وتبتدي تروح للدكتور علشان اخيرا. تحل المشكله اللي عند الطفل دوت. تمام. خلصت كده المادة يا دكتورة؟ تمام. تمام. دي المادة الأولانية خلصت كده؟ تمام. طيب بشكل عام حضرتك كده حطيت لنا يعني بجد النقط على الحروف، انه حضرتك الأم برضو، ونرجع للأم لأن الأم هي المسؤولة عن التغذية في البيت. حضرتك متأكدي جانك فود بشراهة، بتعوديه على ده من هو صغير. طيب نقول بقى البدائل يا دكتورة الحقيقة، عشان أنا برضو ما وصلتش للسنة المفرطة دي، يعني أنا مش برضو مش هنفضل نقول الأم أنت غلطانة أنت غلطانة، يمكن برضو ما فيش وعي. طيب الحاجه الصح اللي المفروض تعملها وهي بتغذي الطفل، وهرجع لحضرتك برضو من سن ما بدانا الاكل، من سن 6 شهور تقريبا بنبدا الاكل، بنبتدي تدريجي، بنبتدي بشكل معين، بيبقى ايه الاساسي في تغذيه الطفل؟ يعني ايه اليوم بيمشي ازاي في حياه اي طفل انا بعد صغير؟ 6 شهور لو فكرت ادخله لبن، يستحسن ان يبقى خالي الدسم، ادي نقطه علشان مهمه جدا يا بالظبط دكتوره. عشان ما بتديش اعمل مكان للفات سيلز في جسمه الخلايا الدهنيه اللي هتبقى ايوه موجوده. وتاخدها مخزن
الجسم بياخدها مخزن ليه، مع اي وقت عنده استعداد للسمنه يبتدي يخزن في الاماكن دي. جميل فانا جدا. كده بمنع المشكله من الاساس. ادخل الخضار والفاكهه بتاعتي، ما ادخلش الجانك فود خالص، حتى لو الاعلانات بتاعتها بتنزل، هي للاسف اعلاناتها بتنزل بطريقه تمام. كبيره جدا. تخلي الطفل هو اللي يتشد ويطلب الحاجات دي، وكل ام بتضعف قدام طلبات ابنها يعني. طيب طيب لازم احنا الحقيقه دكتوره معلش الحته اتفضل. دي برضو مهمه، اللي هي العادات المكتسبه من السمنه والحاجات دي برضو نشوفها مع حضرتك كده، في اسباب وراثيه وهرمونيه زي ما حضرتك اللي احنا بتقولي، قلناها في الاول ان احنا خالص، اللي هي مش ما لهمش يد فيها، لا الاب ولا الام. دي ما بنتكلمش فيها، بالظبط بس كده، بقى بنبقى حريصين بقى واحنا بناكل برضو دكتوره، يعني انا ايوه، لان كده عندي هو تاريخ عنده وراثي. استعداد، كده بقى بالظبط هو عنده استعداد. بالظبط. طيب ودي الاسباب الوراثيه والهرمونيه برضو، لحد من مجهزها كامله يا دكتوره. وقفنا برضو مع حضرتك، بدانا بالخضار والفاكهه، مفيش حاجه اسمها جانك من بدايه طفل رضيع، ما ينفعش ابدا. اللبن خليه دسم. ممكن نعمل ايه تاني يا دكتوره؟ ممكن نستبدل السناكس اللي موجوده في السوبر ماركت بالفواكه المجففه والمكسرات، لان الاوميجا 3 جميل. اللي موجود في المكسرات ده بيقلل الكوليسترول العالي اللي بيبقى عند الاطفال. فانا ممكن استبدلها بحاجات تقضي على صحيح. الكوليسترول اصلا من الاول. تمام. ده كده من بداية ايه عمر الطفل اللي لسه بدأ ياكل. طيب تمام، ابتدى الطفل بقى دكتورة يعرف انه في حاجة اسمها جانك فود، وفي ساندوتش ما تبقاش وبطاطس، دي مكافئتي ليه. وبنت خالته وبنت اه، عمته في وجيرانه امهات بياكلوش الا بتاخد دي الاكل ده. مكافأة ليه، يعني لو ذاكرت النهارده وخلصت الهوم ووركس بتاعتك، انا هجيب لك الجانك فود الفلاني اللي انت ده بتحبه. البيوت المصريه كلها يا دكتور الحقيقه، ودي غلطه مع ان هو رهيبه، الدليفري تلاقيه الموتوسيكل رايح والموتوسيكل جاي، مع وهو احترامي يعني بيستمتع لتامي بده ادهم جدا. جانك فود. هو بيعيش الحاله على فكره يا دكتور، اه، اكتر منها انها الاكله بجد، انه هيطلب الاكل وهيبقى يعني هو بقى ليه لو طلب فكر معين. يطلبه انا ممكن اجيبها له، بس بصوره مقننه جدا، نفهم بقى الحقيقه بكميات ده. قليله قوي. هو الجانك فود نفسه بيبقى معمول لحاجات للاطفال فعلا بكميات قليله، مش زي ما احنا بنجيب بس لنفسنا. كلها مقليه وكلها فيها زيوت يا دكتوره، لو ما انتي احيانا، هيزعلوا مننا بتوع الجانك فود، لا بس هو ده الحقيقه. انتي المفروض برضو ما تحرميهوش. ما هو زي ما حضرتك قلتي من شويه، اخته، قريبته، بنت خالته، طبعا الناس دي كلها عايش هو في اتكلم، مدرسة وفي مجتمع وفي جيران، البيئه اللي صح؟ حواليه كلها فعلا ما بتاكل عندهاش كده. غير الجانك فود، فهو لازم اديها له، لان لو ما اديتهالوش هياخدها من ورايا. ودي برضو نقطة مهمة، لأنها موجودة في بعض المدارس وفي أماكن زي كده دكتورة، هياخدها يعني ايوه، هياخدها من المصروف بتاعه في المدرسة وهيشتريها. ده حقيقي. طيب فانا لازم يبقى قدامي يبقى احسن، قدامه بنسبة قليلة جدا، مرة في الأسبوع مثلا دكتورة نقدر نقول. بطريقه مقننه جدا، ممكن مره في الاسبوع، مره في الاسبوع، بمقابل ان هو بيلعب رياضه طول الاسبوع. وفي الوقت ده ما بنقولش ان الاكل ده مكافأة، المكافأة في حاجات تانية، طبعا، بنلعب بنخرج بنعمل حاجة تانية، لكن المكافأة مش بالاكل برضو. دي هشترك لك في النادي في اللعبه الفلانيه، طب ليه ما صحيح. تبقاش دي المكافاه؟ المكافآت بتاعة الاكل دي يا ريت كل الامهات تبطلها يا دكتورة فعلا، تبطلها يعني يا ريت فعلا، حقيقة يعني فكرة انك حضرتك بتربطي المكافأة بالاكل هي ملهاش علاقة، هي دي بتبقى سبب دي في السمنه اصلا عند الاطفال الاساس. كلامك في منتهى الخطورة يا دكتورة. ومهم انه السمنة عند الاطفال سببها مكافأة الاطفال دايما بالاغذية بالاكل. بالاكل بالظبط، بالذات الجانك فود. تمام. طيب ده كده وربنا يكرمك دكتوره بجد، يعني فعلا اكيد الامهات مستفيدين جدا من حضرتك، يعني ايه هيسمعوا النصايح ان شاء الله، ان نتمنى شاء ان هم الله. يسمعوا كلام حضرتك ده جدا. طيب مخاطر السمنه بقى دكتوره، لا قدر الله حضرتك قعدتي تدي كأم تدي له جانك فود وتدي له حاجات كلها مش مغذيه، مياه غازيه، ودي في منتهى الخطوره. المخاطر بقى دكتور، هو من اشهر المخاطر مرض السكري. اللي هو مرض السكر المعروف بينا باسم مرض السكر لا بالظبط، قدر الله. مرض السكر اللي هو دايابيتس تايب 2، اللي هو بيجي بسبب وجود اللي هو سنترال اوبيزيتي، اللي هو وجود الدهون في منطقة البطن بالذات. فطبعا دي اشهر حاجة عند الاطفال، للأسف. وجود الدهون في المنطقة دي بالذات بيعمل عندنا اللي هو دايابيتس، اللي هو المرض السكري. طبعا بيصعب على الواحد جدا ان يبقى طفل صغير وبياخد انسولين، محروم من حاجات معينه في الاكل، بقى دي بقت غصب عنه وغصب عن مامته. دي من بسبب اشهر سلوكيات خاطئه في من الاكل، وبناكد عليها بالظبط، دكتوره انه حضرتك كأم يعني تبقي الحقيقه يعني فعلا عايز تدي الابن كل حاجه فيها تغذيه وفيها اكل، فبتاذيه بتديله ده اكل حقيقي. لا قدر الله بيسبب دهون، بيسبب على المدى الطويل مرض السكر لا قدر الله. وبالظبط، هو ارتفاع الكوليسترول في الدم، احنا معانا ماده اهو يا دكتوره بتوضح كلام حضرتك، امراض القلب، سكر تايب 2، الكوليسترول، كوليسترول، صعوبه صعوبة التنفس، التنفس اللي احنا قلنا ما بيعرفش التهاب ينام، المفاصل. وطبعا التهاب في المفاصل. هو تقل على ركبه وهو مع انه طفل صغير، بس برضه لسه عظمه يعتبر، ما استحملش. بالظبط، طري شوية، يعني مش هيستحمل اصلا التقل ده كله، صحيح. تقل على ركبه وعلى ظهره كمان. طيب ده العلاج يا دكتورة التريتمنت. تمام. العلاج، انا طبعا عندي اهم حاجة في العلاج كمان لعب الرياضة والحركة. ما هو ما ينفعش يبقى طفل على طول قاعد في البيت،
داخل في مرحلة السيدنتري لايف ستايل اللي هي مش بتاعته أصلا. الطفل المفروض يشترك في نادي، لو مش بيشترك في نادي يلعب في المدرسة، لازم يلعب رياضة، الرياضة دي أساس. لأن أنا لو لعبت رياضة أنا كده ضمنت إن أنا حتى لو أكل حاجة مش صحية هيحرقها، وأنا الحرق عندي في الطفل بالذات مهم جدا. أنا لو لا وقفت في الكبار عمليات يا الحرق دكتورة الحقيقة، في الكبار صغيرين وكبار، بس على ما هي فكرة دي الكلام بتبقى اللي عادة بتقوليه برضو بينطبق على الكبار يا دكتورة، يعني الحقيقة أكيد الجانك فود بالنسبة للكبار برضو اللي بيروح بقت الشغل إدمان وبيرجع من أو الشغل، بتروح بيستسهلوها. الدروس وترجع من الدروس، الشباب في الجامعة تروح الجامعة وترجع من الجامعة، خلاص بقى استسهال هو ما هو الجانك فود أنا تقريبا مرتين ثلاثة في دلوقتي اليوم الواحد. أنا تقريبا دلوقتي بقت 50% من الحالات اللي بتجيلي كبار و50% أطفال. للاسف يا دكتور، يعني كمان مش بس على الاطفال، هو الخطوره ان احنا نبتدي من الاول بان احنا نعود على ده، هيطلع لحضرتك شاب عنده سمنه وشاب عندها سمنه، لكن كمان الشابات اللي ممكن تروح الجامعه يعني بشكل مناسب تلاقيها برضو تاخد الفطار في الجامعه والغدا في الجامعه والعشاء في الجامعه كله جانك فود هي وزميلتها وهو لدرجة ان وزمايله انا بعمل دايت ويعانوا للجامعة غير الدايت اللي هي قاعدة في البيت فيه. ده حقيقي. فعلا. والله، ما يعني شاء الله، شوفي الدايت يعني بتاعها في بنتكلم. الجامعة غير الدايت بتاعها في البيت، والدايت بتاعها في المدرسة غير الدايت بتاعها وهي في البيت، بسبب الجانك فودز والسناكس اللي بتدخل كل شوية في وسط الاكل. والكافيتيريات اللي ماليه الجامعات دي برضو والله يا دكتوره، يعني مع احترامنا برضو للناس فيها مشاكل كتيره جدا، لكن مفيش الطالب تشجيع قاعد على في الرياضة الكافيتيريا خالص. وطالب قاعد في الكافيتيريا وكلها جانك فود يعني. بالظبط كده. تمام، طيب دي المشكلات اللي ممكن تحصل، واللي ما ينفعش طفل يكون عنده التهاب في المفاصل لا قدر الله، سكر، التهاب، صعوبات في التنفس، كوليسترول. كوليسترول، الحاجات دي كلها يا دكتوره والله يعني الحقيقه بتنبه جدا الام. طيب الحقيقه برضو احنا اتكلمنا شويه عن حل مهم قوي، وانه حضرتك ممكن تعملي جانك فود مره في الاسبوع. اكل الطفل وتغذيه الطفل بشكل عام يا دكتوره، وده بقى السؤال اللي اكيد حضرتك بتتساليه دايما، انا باكل الطفل ايه؟ حاولي تلوني له الطبق بتاعه، ده عشان نشجعه على الأكل أساسا. هتقول لك الامهات عشان بس ايه مفيش امهات معانا هرد عليك، مش هتقول لك فاضية؟ لا والله مش حكايه مش فاضي، الطفل مش عايز ياكل يا دكتور، هو خلاص يعني ما بيحبش الاكل، معنى خلاص بقى، يبقى أنا بقى أنا هو اتعود طبعا على نمط في فلنفترض مشكله إن مثلا بيحب البرجر من بره، ليه ما أعملهوش أنا في البيت؟ مثلا. بالظبط، على الأقل أنا ضمنت إن اللحمة اللي داخلة معايا أنا اللي جايباها وعارفة تكوينها إيه. نص أو أكتر من النص كمان في الجانك فود والبرجر بره بيبقى فيه صويا. تمام. أنا في امهات ردت هنا دلوقتي دكتوره، بعض الناس معانا في الاستوديو بيقول حضرتك انه هو اصلا بيحب كيس المحل المشهور ده والشكل كده طب والتعبئه، تخيلي حضرتك دي حاجة كويسة، طب ما ان هو نضحك في عليه فعلا بيها. طفل، انا بقول لحضرتك الموتوسيكل جاي بس والاكل جاي، هو سعيد جدا، صوري بقى حاله اكتر منه تغذيه، ويمكن طب يرمي بس الاكل كله بعد كده. هقول لحضرتك على حاجة. انا اكتشفت اقول من انت يومين تقريبا، كنت مع اطفال، اكتشفت ان هما بيطلبوا الجانك فود علشان اللعبة ده انا اللي جاية اساس، مع الجانك ده انا فود. لسه جايه طيب ما خلاص، ما تبقى مكافئتي انت لعبة عارفه مع الطفل الاكل اللي هياكله. انت عارفه حضرتك انك فتحتي نقطه مهمه جدا، انت الطفل معاكي بتروحي مع يعني محل معين هو مكان بيجري معين، على الستاند بتاع اللعبة عشان هي دي اللي هو هتبقى جاية مع فين الجانك الوجبه فود. اللي فيها اللعبه؟ ده ايوه حقيقي حضرتك لمسه جدا فعلا حياه الاطفال يا دكتوره، بيقول خلاص، لك الوجبه انا بقى واجبتي هي في مش مهم البيت الوجبه هي ايه، هي اللعبه مع انهي وجبه فيهم، تطلع بالظبط. فراخ تطلع لحمه تطلع كفته مش مشكله، هما مش هياكلها اصلا. مش انا بقول حب ايوه يرميها هو هيقعد يلعب. عشان اللعبه. طب ليه ما حلو تبقاش قوي، مكافئتي انا في البيت مع الوجبة بتاعتي لعبة جاية لك سهلة هدية؟ حضرتك جدا كأم في البيت تعملي له لعبة معينة، اللعبة دي تبقى هي مع الوجبة اللي بتقدميها. بالظبط كده. طيب حضرتك كده بتخدعي دكتورة هدير جدا للأطفال، بس رائع ده لمصلحته. طيب ده حقيقي. اللي لازم يبقى في تغذية طفلنا بشكل عام يا دكتورة، سواء بقى نحيف أو سمين، يعني بشكل عام لازم حضرتك كأم، وحضرتك قلتي نقطة إنه أحيانا بعض الأمهات مش فاضية، يعني برضه هنحط دي في الاعتبار، لكن طب يعني لو انا لازم مش نهتم فاضية جدا. الون الطبق، اجيب الاطباق ملونة، ماشي حضرتك الاقي عماله الالوان. تحلل هو لان الالوان فعلا بتلفت نظر الطفل جدا جدا، جدا وحتى الاعلانات لما بتنزل لهم بتنزل لهم بالالوان علشان كده، صحيح، علشان تلفت نظرهم في ان اطباق بلاستيك حمراء وخضراء تشد والوان الانتباه. جميل. هو طيب اللي ينقي طبقه، هو اللي يروح معايا السوبر ماركت، وده منها بيتحرك معايا حلو قوي دكتوره، وفي حركة مش قاعد في البيت، ومنها هو اللي بيختار هو عايز ياكل في ايه. واسأله ليه ما اسألوش انت عايز تاكل ايه، نفسك في ايه، بتحب ايه. انا عرفت خلاص الحاجات اللي هو بيحبها، خلاص انا اعملها انا في البيت بطريقتي انا. ولو فارق معاه شكل البوكس انا اجيب البوكس دوت واعمله في واعمله البيت، في البيت. فارق معاه اللعبة اجيب انا اللعبة واديها تمام. له. طيب حضرتك لما تعملي دايت غذائي سليم نقدر نقول يعني عشان نقلل السمنه دي، بيكون عند حضرتك ايه وايه وايه، ومع الاخذ في الاعتبار ان الطفل ده للاسف متعود على الجانك فود، بياكل ايه؟ بياكل لحمه بشكل معين، فراخ بشكل معين، رز بشكل معين، ومفرضش سلطات عليه بشكل معين. الكمية، ده طفل برضو مفرضش عليه الكمية، يعني ما اقولش لازم يخلص الطبق كله، لا مش لازم يخلص الطبق كله. انا كفاية بالنسبة لي ان هو كل،
يعني كون والله يا كمل دكتورة طاقة. الأمهات أصل إحنا يعني زي حضرتك وكلنا يعني الحقيقة الأمهات مفترية، عايزة تدي اه للطفل لا وده غلط، الأكل كله. اللي هو رغبتها في إيه فاكراه الحقيقة؟ زيي. إنها خايفة عليه، إنها خايفة ايوه عليه. وفاكراه بس هي زيك. والله تبقى برضو كميات قليلة والطفل مش عايز ياكلها يا دكتور، يعني بشكل عام بتلاقي كميات قليلة والطفل هو اللي مش لو عايز ياكل. هيلعب شويه وهيجي ياكل، هو غصب عنه هياكل، لانه مع اللعب بيحرق وبيجوع. في اطفال تمام مثلا مش بتاكل غير قدام الميه تمام يعني. طب احنا الحقيقة كوني قدوة او كوني مفترية برضو عشان تطبقي نظام الاكل. ايوه حركة بقى ان اتبعي ايضا نظام اسلوب الحياة الصحي السليم وطفلك وانتي شخصيا انا قصدي شخصيا حضرتك ما هو زي ما انا بتقليدك. بعمل هيعمل. ما هو تمام ما اقعدش انا اكل برجر قدامه واقول له لا انت كل الخضار والفاكهه، مش ايوه منطقي يعني، مش منطقي، حتى صحيح مش هيهون عليا يعني. صحيح صحيح. على فكرة في كتير بيعملوا كده برضه يا دكتور، وما ودي اقولوش برضه العب رياضه وانا قاعده. طب هو شاف بالظبط مين كده بيلعب رياضه عشان عشان هو عشان يبقى ده يلعب؟ نمط حياته. ليه ما انا ما امشيش جنبه، ما يجريش جنبه؟ انا المياه مين انا؟ الغازية بجميع انواعها في البيت الام تشربها وبتجيب للطفل لبن وعصير، طب ما هو فعلا لازم اه هو يميل الى عايز يدوق اللي انا باكل منه اللي انا ويشرب اللي بشربه. انا بشرب منه. ما ده وشايف الام والاب مستمتعين مثلا بالمياه الغازيه وهو ما بياخدش منها، طب ما حضرتك ما تفرضيش عليه اللبن وحضرتك طول الوقت المياه الغازيه لان هو حاجه موجوده في وباجي، البيت يعني. وفي طبعا امهات بتعصبني جدا بقى لما تيجي قولي تقول يا لي دكتوره اعترفي. انا بديله ده هو بياخد البيبسي بدل ما بياخد البيبرونه. طب انت مبسوطه بايه يعني؟ دي مش حاجه لطيفه خالص. بدل الببرونه بدل يعني، البيبرونه معنى كده حاجه بتتكلمي عشان دخلته في سنتين مثلا، الهشاشه ما شاء الله من الاول من خالص. سن سنتين من اول تديله مياه غازيه اه بتديله سودا بتديله كمان بيبسي. كمان يعني يعني مبسوطه منه قوي ان هو ما شاء بيشربها الله بدل والله. البيبرونه ده الحقيقه دي. يعني ده بتبقى في منتهى يعني الخطوره هي يا بتبقى دكتوره، جايه وبتعترف ان هي الاخطاء كلها من عندها، وده بدايه العلاج. وده بدايه العلاج. حلو ان الام تعترف. طيب احنا عندنا الكرة كمان النوم الكافي حضرتك، يعني احنا قلنا قدوه النوم الكافي. علشان اجهزه الجسم كلها تستعد من اول وجديد للحرق. يعني انا بحسب بالظبط من وقت ما بيصحى الطفل او اي شخص حتى لو كبير او صغير، من وقت ما بيصحى 12 ساعه بالظبط، وبعدين يوقف اكل. صحي 8 يبقى 8 الصبح، يبقى 8 بالليل نوقف اكل تماما ونخش ننام بعدها من 3 ل 4 ساعات. طبعا تلات ارباع اطفالنا فين يا دكتوره؟ قاعدين قدام التلفزيونات وقاعدين قدام التابلت هحط وقاعدين على بتاع قدامهم الصبح بقى وغدا الصبح. المكسرات، ودي الاطفال بيحبوها. بس لازم تنيميه في ميعاد معين اه وبشكل طبعا معين وحاسم يا دكتوره مش الحقيقه. حاجه، مش حاجه تفرح ان طفلي بيسهر مش خالص. حاجه تسري ان انا متخلصه منه كمان يا دكتوره مع ده قدام التلفزيون وقدام التابلت الحقيقه، اه طبعا يعني ما ينفعش ما ان في اولا عادات غلط يعني يعني برضو نابع برضو من الام يا دكتوره من احنا الام. الحقيقه، لان هو احنا في الاول في الاخر العجله هي الام، لان هي الاساس، هي اللي صحيح مشيته وعودته وعرفته الصح من الغلط من الاول. صحيح. مفيش حاجه اسمها قاعد قدام التلفزيون وقاعد قدام التابلت انه هو متعود على كده، حضرتك اللي ما منعناش من الاول، وده والله اللي احنا عايزين مصلحه كل الامهات، وكل الامهات دول هم يعني في الاخر جيراننا وقرايبنا واخواتنا يا دكتوره، احنا حريصين أكيد عليهم. أكيد خلي بالك من اولادك انه ما تقعديه قدام التلفزيون بالثمان ساعات والسبع ساعات والعشر ساعات، ما تشتكيش بعد كده من انه اولا عنده تشتت في الانتباه، عنده سمنه مفرطه، عنده عنف، يعني الحقيقه حاجات كمان مرتبطه بالسمنه اه فيها طبعا. حاجات كتيره والعنف في ده سببه قلة الاهتمام. صحيح. طيب حضرتك حددي وقت محدد، ده اللي بنتكلم فيه اهو يا دكتور، للنوم في وقت محدد وقت محدد للنوم، للتغذية. وقت محدد للأكل، وقت محدد للخروج ولعب الرياضة. لازم يبقى في عندي وقت في اليوم للرياضة، هي الأساس يا جماعة. يعني أنا بقول للأم هي شخصيا لازم كمان تلعب رياضة، مش بس عشان هي قدوة، عشانها هي نفسها يعني. ما احنا والله يا التوعية دكتوره في هنرد تربية برد الأطفال. الامهات هتقول لك هو انا ما عنديش وقت الحقيقه، ان انا كفايه ان انا وادي طفل رياضه، انا والله انا الأم رياضه. اللي بتيجي فعلا تقول لي كده بقول لها إن شاء الله حتى في طرقة البيت رايح جاي نص ساعة متواصل، جميل يا دكتور صحيح وهو هيتحرك صحيح معاها على فكرة. صحيح لو صحيح بلعب صح. ايروبكس في البيت، هما بيحبوا التنطيط جدا، هيتنطط جنبك اتنططي بقى وهيلعب. احسن برياضه. تنطيط هيتنطط جنبي تنطيط بقى وهيلعب بالظبط. تمام. ربنا يكرمك يا دكتوره بجد، مستمتعين بيكي دكتوره هدير جدا ومستفيدين ميرسي. جدا من حضرتك. طيب لو بنحاول نلخص اللي احنا قلناه في الحلقه، وانه المفروض تبقى تغذيه طفلنا طفل تغذيه تغذية صحيه، سليمة. وان احنا كمان بقدر الامكان نقلل من السمنه والله ونستفيد من وجود حضرتك معانا، وان احنا نحافظ بقى على الوزن وما يبقاش برضو نحافه، ما نقلبوش نحافه، فاحنا اه اكيد. نستفيد من حضرتك بقى ازاي بشكل عام وبشكل متوازن كده نعمل ايه في حياه اطفالنا. هو تغذية الأكل، التغذية السليمة ودخول الأكل الصحي للطفل، ده هيمنع وجود النحافة أساسا، لأن خلاص هو عنده جسمه بيتبني، بياخد الفيتامينز المطلوبة ليه طول اليوم، بياخد الكربوهيدرات برضو. ما أنا ما ينفعش أحرمه من المكرونة والرز والبطاطس، لا ما ينفعش أحرمه منها، طبعا بس هديها له برضو بكميات مقننة، صحيح مفرضش عليه كمية معينة اللي في الطبق. ما هي برضو دي في اطفال اكلتهم ضعيفه بس جسمهم كويس، فما تقوليش ان هو عنده نحافه.
لا انا ما اقدرش حلوة برضو النقطة دي يا احكم دكتورة عليه غير هادية. بعد ال7 سنين برضو. احكم على حضرتك على انه متوسطه كويس، لا هو نحيف ولا هو سمين ازاي. برضو بنظرة العين كده ممكن امها تقولك لا نحيف رفيع. لا لا لا، هي ما بتجيش بنظرة العين خالص، هي بتيجي بتجيب ايه؟ بعمليات حسابية وجدولة معينة مع دكتور الأطفال ومعايا، بنحسب الوزن والطول والسن، فمنها نطلع برقم معين. الرقم ده لو طلع لي مظبوط يبقى الطفل ده سليم. في ناس كتير بتبقى شايفة ان هي رفيعة ورفيعة بزيادة، لكن انا لما بيقولي العيادة لا حضرتك انتي كده مظبوطة اصلا، يعني مفيش مشكلة. انتي كده كويسة، انتي مش نحيفة اساسا. تمام. طيب الحقيقة دكتورة أهم حاجة برضو نعرفها من حضرتك النهاردة بالنسبة للنظام الغذائي الجيد هو إيه؟ يعني مثلا نقدر نقول فطار إيه غدا، يعني نستغلك بقى ونقول فطار إيه وغدا إيه وعشاء إيه بشكل عام كده، يعني تمام حاجات معينة لازم تبقى موجودة في فطارنا وغدانا وعشانا بالنسبة للأطفال طبعا. بما والكبار، ان لو مناسب ولا الأطفال حاجة والكبار حاجة دكتورة لا هي تقريبا بالنسبة. قريبين من بعض، تقريبا قريبين من بعض، طيب تمام. بس انا في الاطفال دايما ببقى حريصه على البروتين علشان هو في طور النمو بتاعه، تمام. فببقى حريصه ان يبقى فيه بروتين في الاكل بتاعه، بروتين اللي هو بروتينات. الحيواني يا دكتورة مرتبط بالجينة دايما الحقيقة، مش اللحوم شرط والفراخ. ليه، يعني ما البيض احنا ذات نفسه بيعتبر بروتين. بروتين صحيح، الفول ومشتقاته، الفول ومشتقاته يعتبر الفول حلو بروتين. جدا على فكرة الأطفال، الناس برضو بتقول الناس دي بتاكل فول على فكرة، فول كويس جدا للأطفال مش كده لا دكتورة؟ هو مشكلته بتبقى في القولون. بنسب يعني، ما انا مش هاكل الطفل وبعدين طبقين في فول. اطفال بيبقى عندهم حساسيه من الفول. لا ده طبعا فدي ده بقى نتجنبه ده. بنكتشفها من بدري شويه، ان احنا نبتدي نشوف هو عنده اللي هو فافيزم اللي هو انيميا الفول، بيبقى عنده عدم القدره على هضم الفول اصلا. اصلا لا ده ما طبعا زي دكتورة هادية لا الانزيم قدر الله المسؤول عن هضم الفول مش موجود. بيبقى ده حاجة تانية. لكن فعشان احنا كده ما معانا ينفعش ادخله له من الاول. تمام، احنا معانا في الفطار مثلا يا دكتورة الى حد ما البيض مرة، الالبان الالبان والجبن، ويبقى وجبن. معايا ال كتير من الاطفال ما تاكلش جبن خالص والله يا دكتورة برضه في انواع من الجبن هما بيحبوها والله يا ايا دكتورة. كان، عشان ما بقاش ما نقولش عامله يعني مسمى اعلان. معين، لكن ايوه في اعلان انواع ل... من الجبن اه في انواع في من اللي الجبن هي هما الجبن بيحبوها، المطبوخة وهو مثلا، برضو اللي هيختارها. وممكن يتحط عليها حاجات برضو الحقيقة دكتورة مثلا لما احط يعني عليها خضار شرايح طماطم شرايح خيار حاجات بالظبط زي كده. وشرايح الخيار هيفرح بيها قوي تمام وهيحبها. مهم جدا الفطار علشان المخ في اول اليوم. المخ غذاء الاساسي على الكربوهيدرات، فلو غذاءه الثانية دكتورة كلام مهم، غذاء المخ الأساسي على على الكربوهيدرات على الكربوهيدرات. السكريات، فانا ما فيش حاجه اسمها ما يبقاش في سكر معايا في اليوم. لا انا ليا، انا ككبيره ليا معلقتين سكر او معلقه عسل في اليوم. لو انا حاطاه لطفل انا هديله معلقه العسل بتاعته الصبح، صحيح. وهديله كوبايه العصير بتاعته، العصير الطبيعي الفريش اللي ما فيهوش سكر، مع الساندوتش بتاعه. ده هايل يا دكتور. طيب الغدا يا دكتور. الغداء بتاعه لازم يبقى محتوي على الكربوهيدرات والبروتين والنشويات بتاعته والخضار الفيتامينز. اللي هو نقدر نقول بشكل بسيط يا دكتوره الرز والخضار واللحوم او طبق الفراخ، متقسم الاكل بتاع بالظبط. زمان يا دكتور، الاكل الاكل الصح. بتاع زمان، فاكرين الاكل بتاع زمان ده اللي هو كان كل الطبق الاسر متقسم بتاكله. سواء مكرونه او رز او عيش، مع لحمه او فراخ او سمك، مع الخضار بتاعي سواء على شكل خضار مسلوق او مطبوخ، او طبق السلطه، ودي الاساس اصلا طبق السلطه الخضراء، صحيح يا دكتور صحيح. وبرضو مع ممكن عصير او برضو ميه. يعني طبق الكشري بتاعنا زمان، مش هنقول اللحوم كل يوم يا دكتوره، طبق الكشري بتاع زمان ده برضو ممكن يبقى كويس جدا بالنسبه للطفل ولا لا؟ لا بلاش. مكرونه والرز والحاجات دي، علشان ما بلاش انا بسال برضو حضرتك علشان يعني انا بسال علشان تبقى في بدائل للحوم والفراخ، مش كل البيت يعني يقدر كل يوم فراخ ولحوم واسماك، هل في ماشي. بدائل؟ في بدائل ممكن. يعني مش لازم تبقى تكلفه عاليه خالص، هي يعني مش لا مرتبطه خالص. خالص، هي مش مرتبطة بكده. الجبن برضو الجبن ممكن انا تبقى مسموح غدا، بيها. ممكن مسموح تبقى بيها غدا ليه يا دكتور. لا. تمام. البيض التونة، التونه غدا ممكن. يعني بالظبط. التونة برضو دي حاجات بسيطة، والسلطات معاها مثلا ده غدا. والسلطة طبعا كده وجبة متكاملة اساسا. هو كده حقق وجبة متكاملة. في ناس تمام. بتعمل التونة على سلطة، على مكرونة، سلطة اللي هي سلطة التونة اساسا، سلطه التونه ايوه دي بالظبط يا حاجة دكتور مفيدة جدا بالظبط، وفيها كل العناصر ومكرونه الغذائية بالتونه المطلوبة. برضو، ومكرونه بالجمبري او حاجات زي كده يعني، دي في فيها كل حاجات العناصر كده الغذائية برضو. اللي انا بقول عليها، اللي هي المفروض تبقى موجودة معايا في وجبة الغداء. تمام وجبة العشاء انا شبيهة فهمت. جدا لوجبة الفطار، بس احنا يعني انا بشوف ناس غريبة بتاكل حاجات غريبة في العشاء. هو ده بقى، فدولت لا، دولت مش ادخل محتاجين بقى على 4 ساعات قبل النوم، ادخل محتاجين بقى 8 ساعات قبل ادخل النوم. على الجامد بقى دكتوره اللي هو وجبه العشاء، وليه بجد دكتوره برضو كل هنجيب عشاء الناس من بره، بتقول هنجيب عشاء من بره، دي طبعا قنبلة. كل الناس بتقول انه يعني الوجبه دي اللي هي في منتهى الخطوره، وكتير من الناس نبهت جدا لموضوع انه العشاء بلاش العشاء التقيل. التقيل بالليل وبلاش الجانك فود بالليل، يعني مثلا الناس تلاقيها معظمها بتطلب وجبه الجانك فود بالليل، لو حضرتك هتطلبي برضو جانك فود خليه بالظهر احسن، يعني مش الصبح قوي ولا بالليل قوي، برضو خليه غدا يعني ايوه كفايه. تمام صح طيب كده. لكن العشاء بقى اللي انا حضرتك حتى لما بتقولي ما بدي نعملوش اللي هو ايه؟
حتى لما بدي يوم فري الفطار والعشاء ده مع الدايت. الغدا هو اللي بيبقى فري عشان ابقى ضامنه ان هي هتقعد فتره قبل ما تنام. عايز احسب لها 8 ساعات بعد الاكله دي. عشان يعني نحاول ان احنا نخلي وجبه العشاء بتاعتنا خفيفه وبرده تبقى فيها الجبن والالبان والعيش، العيش الصحي بتاعنا، عشان في نظريه غريبه جدا برضو كانت ظهرت ان العيش اللي برده ده بيجيب هشاشه. النظريه دي خاطئه تماما، تمام، عن دراسه وعن علم وعن كل تجربة. حاجه وعن تجربه خالص، ما بتعملش هشاشه ولا اي حاجه من الكلام ده. بس برضو نبعد عن الفينو يعني، سواء في الاطفال او في الكبار. والله انا مع حضرتك جدا دكتوره، كل اللي عايزه تقوليه انا موافقاكي جدا عليه. دكتوره هدير بجد سعداء بيكي جدا، وبجد استمتعنا بالمعلومات اللي حضرتك اديتيها لنا النهارده، ونتمنى نشوف حضرتك بجد مره ثانيه ان شاء الله، ونتكلم على موضوعات كمان النحافه والحاجات الثانيه بقى باذن الله. شكرا جدا دكتوره هدير زاهر، اخصائي تغذيه العلاجيه، وبالتوفيق دايما دكتوره. بنشكر حضرتك جدا، وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وتكنوفيت.